أهلا بكم مشاهدين نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون حضرموت، نستهلها بأبرز العناوين. النائب البحسني يوجه بسرعة البدء في مشروع الخزن الاستراتيجي. الوزير الأرياني يحذر من تلاعب الحوثيين بملف رفع الحصار عن تعز. اختتام دورة تدريبية لمعلمي المعهد المهني الصناعي بسيئون. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونواب عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميل علي رجاء وأكرم العامري. وخلال اللقاء استمع الرئيس العليمي إلى آلية عمل الهيئة المساندة للمجلس بما يكفل تنفيذ ولايتها القانونية وتعزيز التوافق الوطني الواسع تلبية لتطلعات الشعب اليمني باستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، مؤكدا أهمية تضافر الجهود في المرحلة الاستثنائية الراهنة لتوحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني وزير النفط والمعادن عبد السلام بعبود لمناقشة توسعة رقعة الاستثمارات في المجالات النفطية واستغلال الموارد الطبيعية في رفض خزينة الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ووجه النائب البحسني وزير النفط بسرعة البدء في تنفيذ مشروع منشأة الغاز والخزن الاستراتيجي للشركة اليمنية للغاز بساحة لحضرموت في مديرية بروم، وإعداد دراسة لإنشاء مصفاة لإنتاج الغاز المنزلي في القطاعات النفطية بمحافظة حضرموت. في الجانب الآخر، أشاد الوزير بعبود بدعم مجلس القيادة الرئاسي ومساندته لتشجيع الاستثمار في المجالات النفطية والجيولوجية والمعدنية. وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بشراء محطتي بث إذاعي لإذاعة المكلا سعيا لتوسيعة نطاق بثها إلى المناطق الشرقية والغربية بالمحافظة ومديرية دوعن. واستمع النائب البحسني من المدير العام للإدارة العامة الهندسية والفنية بمحافظة حضرموت المهندس محمد بايزيد إلى شرح مفصل حول نشاط الإدارة وخططها خلال 5 سنوات القادمة، موجها بإعداد دراسة مفصلة حول إنشاء محطة للإرسال الإذاعي على الموجة المتوسطة في مدينة الشحر، كما وجه أيضا بربط إذاعتي المكلا وسيئون بالقمر الصناعي النايلسات. أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني أهمية بحث موارد جديدة ترفع إيرادات الضرائب بساحل حضرموت. جاء ذلك خلال لقاء النائب البحسني بالمدير العام لمصلحة الضرائب بساحل حضرموت محمد باحيدرة الذي أطلعه على نشاط فرع المصلحة والجهود تبذل في سبيل رفع إيرادات الفرع. وأبدى اللواء البحسني استعداده لتقديم التسهيلات دعما لفرع المصلحة، موجها بمتابعة الجوانب المالية والإدارية مع المصلحة العامة للضرائب. حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني من تلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز بهدف كسب مزيد من الوقت في ظل تقارير تؤكد استمرار الميليشيات في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة. وطالب الوزير الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإخلاقية وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة ورفع المنافذ الرئيسية وفتح المنافذ الرئيسية لمحافظة تعز بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين وتنقلهم بصورة طبيعية. أكد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري نجاح سير اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. وأشاد الوزير العكبري بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق العاملة خلال المدة الماضية لإنجاح سير عملية الاختبارات الوزارية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية يجب أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية، كما ثمن الإعداد الجيد لعملية الاختبارات الذي أسهم في إتمام العملية الامتحانية دون عراقيل. اختتمت الدورة التدريبية التأهيلية التربوية لمعلمي المعهد المهني الصناعي بمديرية سيئون
التي تأتي بإشراف ودعم مؤسسة الخير للتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالوادي والصحراء. وهدفت الدورة التي استمرت 6 أيام متواصلة واستفاد منها 28 معلما إلى أكساب المشاركين معرفة ومفاهيم علمية تحقق تطلعات الطلاب الدارسين بالمعهد. وأشار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني عبد القادر الكاف بالجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في تدريب طلاب المعاهد المهنية وتأهيلهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وإليكم تذكيرا بأبرز الأنباء التي جاءت فيها. النائب البحسني يوجه بسرعة البدء في مشروع الخزن الاستراتيجي. الوزير الأرياني يحذر من تلاعب الحوثيين بملف رفع الحصار عن تعز. اختتام الدورة التدريبية لمعلمي المعهد المهني الصناعي في سيئول. ولمتابعة نشرات الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي @حضرموت في ون. لكم جزيل الشكر، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه.